أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، إن شاء الله النهاردة شباب هنكمل الحديث عن الكميات العددية والكميات المتجهة، وهنتكلم عن خصائص المتجهات. أول خاصية عندنا شباب للمتجهات خاصية التساوي، تاني خاصية اللي هي نقل المتجهات، تالت خاصية اللي هي جمع المتجهات، أربعة ضرب المتجهات، خمسة تحليل المتجهات. طيب، أول حاجة عندنا التساوي. بالنسبة لتساوي المتجهات، متى يتساوى المتجهان؟ يتساوى المتجهان إذا توافر شرطان. الشرط الأول إن هما يتساووا في المقدار، الشرط الثاني إن هما يتساووا في الاتجاه. مثال: بينما تسير سيارة جنوبا بسرعة عددية 80 كيلومتر في الساعة، تسير سيارة أخرى شمالا بسرعة عددية تساوي 80 كيلومتر في الساعة. نلاحظ إن المتجهين دول شباب متساويين في المقدار 80 و80، ولكن واحدة جنوبا وواحدة شمالا، وبالتالي ما أقدرش أقول إن المتجهين دول متساويين. ليه؟ لأن الاتجاه مختلف. جمع المتجهات. يعني ايه جمع المتجهات؟ جمع المتجهات هو الاستعاضة عن متجهين او اكثر بمتجه واحد. المتجه الواحد ده بيسموه المحصلة، والمحصلة كمية متجهة. يعني لازم وانا بحسب المحصلة لازم اجيب الاتجاه ولازم اجيب المقدار. محصلة متجهات لها نفس الاتجاه او متعاكسة، محصلة متجهات متعامدة، محصلة متجهات غير متوازية أو غير متعامدة. دي الثلاث حالات اللي احنا هنتعامل معاها لإيجاد المتجهات. يعني هنحسب المحصلة على أساس الزاوية بين المتجهات، فإذا كان المتجهين دول في نفس الاتجاه فده معناه إن الزاوية بينهم بصفر، وإذا كانت متعاكسة فالزاوية 180، وإذا كانت متعامدة فالزاوية بينهم 90. غير متوازية وغير متعامدة يا إما الزاوية حادة أو منفكة. في كل حالة هيبقى عندنا قانون للمقدار وقانون للاتجاه بتاع المحصلة. رقم واحد، لو أنا عندي متجهات لها نفس الاتجاه أو متعاكسة، إزاي أحسب محصلة متجهات لها نفس الاتجاه زي F1 وF2 اللي الاتنين اتجاههم ناحية الشرق؟ بكل بساطة يا شباب إن أنا بجمع مقدار كل متجه، أما اتجاه المحصلة بيكون في نفس الاتجاه. ده إمتى؟ لما يكون عندي المتجهين ليهم نفس الاتجاه. يبقى لما يكون المتجهين ليهم نفس الاتجاه بقدر أحسب المحصلة بتاعتهم مقدارا بجمع مقدار المتجهين. أما اتجاه المحصلة بيكون في نفس اتجاه المتجهين. أما إذا كانت المتجهات متعاكسة زي F1 وF2 في رقم باء، فبقدر إن أنا أحسب مقدار المحصلة بإن أنا أجيب الفرق بينهم، بس لازم يكون الكبير ناقص الصغير. يعني لو F1 هي الكبيرة هتبقى F1 ناقص F2، بس طبعا زي ما احنا شايفين في الصورة رقم باء إن F1 أكبر من F2. طب بالنسبة لاتجاه المحصلة بيكون في اتجاه F1 ولا F2؟ اتجاه المحصلة اللي هو F2 ده بيكون في اتجاه المتجه الأكبر. طيب بالنسبة للصورة اللي قدامنا دي، مين المتجه الأكبر؟ المتجه الأكبر هو F2، وبالتالي هتبقى المحصلة بتاعتهم في اتجاه F2 لأن هو المتجه الأكبر. طيب في معلومة مهمة شباب لازم تبقى عارفها، إيه هي؟ إن المتجهات اللي بتكون في نفس الاتجاه بتكون الزاوية بينهم بصفر، وبتكون دي أكبر قيمة للمحصلة. ليه؟ لأن في الحالة دي بتكون المحصلة هي جمعهم. طيب بالنسبة للمتجهات اللي بتكون متعاكسة، دي بتكون أقل قيمة للمحصلة. ليه؟ لأن في الحالة دي بتكون المحصلة هي الفرق بينهم، وبالتالي بتكون أقل قيمة للمحصلة. بالنسبة لمحصلة متجهات متعامدة يعني منهم زاوية 90، نقدر نحسب محصلة المتجهات المتعامدة بيانيا
عن طريق ان احنا نمثل كل متجه بمقياس رسم مناسب بينهما زاوية ثيتا، حيث تكون الزاوية اللي بينهم هي ثيتا. طيب زي ما احنا شايفين كده في الرسم، ادي المتجه بي واي 80 والمتجه بي اكس 60، طبعا اخذنا مقياس رسم ورسمناهم، والزاوية اللي بينهم ثيتا. طيب بنكمل متوازي الاضلاع اللي هو الخط المنقط ده والخط المنقط ده عشان نكمل متوازي الاضلاع، وبيكون القطر بتاعه هو ده مقدار المفصل، القطر ده لو باللون الازرق هو مقدار المفصله بتاعتهم. اما الزاويه اللي بيصنعها مع بي اكس هي بتكون الزاويه بتاعت المفصله اللي احنا هنديها رمز اخر، او ان احنا نستخدم الطريقه الجبريه بان احنا نستخدم نظريه فيثاغورس، ان المحصله بي ار بتساوي الجذر التربيعي للاول تربيع زائد الثاني تربيع، واقدر اجيب الزاويه اللي هي الفا سيتا الفا بان هي عباره عن الواي على الاكس، بي واي على بي اكس. هنا توضيح لمحصله متجهات متعامده زي ما انت شايف ايه اللي بيحصل. النقطة اللي تقابلوا فيها هي القطر بتاع المتوازي الأضلاع. بيقول لي مثال: يخرج محمد من بيته للصلاة في المسجد فيسير مسافة 40 متر شرقا بهذا الاتجاه، ثم يسير مسافة 30 متر شمالا حتى يصل إلى المسجد. أوجد إزاحة محمد جبريا في ذهابه للمسجد. طيب عايزين نجيبها جبري، هنجيبها من نظرية فيثاغورس اللي هو الجذر التربيعي الأول تربيع اللي هو 40 تربيع زائد 30 تربيع، يطلع الناتج 50 متر، هو ده مقدار المحصلة. طب عايز اجيب الزاوية ألفا تساوي تان ماينس واحد 40 على 30، لا غلط، أمال إيه؟ الواي على الإكس، يعني 30 على 40 يطلع الناتج 37 درجة، هي ده اتجاه المحصلة. محصلة المتجهات المتتالية هو المتجه الذي يكون ذيله نقطة البداية ورأسه نقطة النهاية. يعني إيه؟ يعني عندي متجهات A B C D E، تعال نرتبها كده مع بعض، آدي A ده ديله وده راسه، من عند راس A يبدأ ديل B زي ما أنت شايف كده، ومن عند راس B يبدأ ديل A C، وبعدين من عند راس C يبدأ ديل D، ومن عند راس الدي يبدا الديل بتاع الاي، يبقى المحصله من ديل الاول لراس الاخير هي دي المحصله بتاعتي. بكده نكون وصلنا لنهايه حصه اليوم، نشكركم على حسن استماعكم، على ان نلقاكم على خير ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين.